السلام عليكم متابعينا الكرام. الحجاج يؤدون الطواف سباحة ويغوصون لتقبيل الحجر الأسود، ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. الحجاج يلجؤون إلى السباحة للطواف حول الكعبة. تقبيل الحجر الأسود يحتم على الحاج الغطس في المياه. فيضان سنة 17 من الهجرة أغرق مقام إبراهيم. فيضان سنة 80 من الهجرة تسبب في حالات من الوفاة. قبل 74 عاما الأراضي المقدسة أيضا غرقت. نعم، فقد غرقت الكعبة المشرفة في مياه السيول سنة 1941 من الميلاد. اضطر الحجاج للطواف حول الكعبة عن طريق السباحة، فلم يكن لديهم خيار آخر بعد أن هطل المطر بكثافة وتجمعت مياه الأمطار من عدة أماكن حول الكعبة المشرفة، وكان وقتها لا يوجد منافذ كافية للماء المتجمع لإخراجه في ذلك الوقت. ولأجل ذلك الحدث الجلل اهتز العالم الإسلامي بعد أن أغرقت السيول مدينة مكة التي تقع على حافة سلسلة جبال البحر الأحمر بمنطقة الحجاز، مما أدى إلى غرق المسجد الحرام ووصول الماء إلى ارتفاعات عالية، وهو ما جعل شؤون ووزارات المملكة العربية السعودية تسرع لعلاج الأزمة قبل أن يتأثر حجاج البيت بالحدث. وفي أواسط القرن العشرين تسببت فيضانات الكعبة المشرفة في هدم عدة أجزاء من الحرم المكي بسبب الأمطار المفاجئة، ويرجع سبب تجمع الأمطار في منطقة الكعبة لأنها تقع في مكان أقل انخفاضا من المناطق المحيطة بها، وهو ما يسبب تجمع الأمطار بها. ليس الفيضان الوحيد، لم يكن ذلك الفيضان هو الوحيد الذي غمر أجزاء من الكعبة، فقد شهدت الكعبة المشرفة عدة فيضانات سابقة منذ زمن بعيد. ففي عام 17 هجريا كان أول فيضان للكعبة، وكان متوسط الشدة لدرجة أن مقام إبراهيم غمر بالماء. كذلك بعض الفيضانات كانت تؤدي إلى حالات وفاة، وذلك ما حدث في عام 80 هجريا، وتوالت عدة فيضانات على الكعبة على فترات متقطعة وحتى عام 1941. الغطس والحجر الأسود، كان بعض الحجاج يلجؤون إلى الغطس بالمياه لتقبيل الحجر الأسود، كما ورد بعض الروايات أن الصحابي عبد الله بن الزبير بن العوام أخرج ابن أبي الدنيا من طريق ليس عن مجاهد قال: ما كان باب من العبادة إلا تكلفه ابن الزبير، ولقد جاء سيل بالبيت فرأيت ابن الزبير يطوف سباحة، وممن طاف بالبيت سباحة أيضا من العلماء البدر بن جماعة، وكان كلما حاز الحجر غاص لتقبيله.